التسامح فيه خاصة في هذا العام يعني تحقيق لما يتطلع إليه ولاة الأمر في هذا البلد الطيب، حينما أطلقوا عام التسامح ورغبوا الناس في قضية التسامح، فتحقيق رغبة ولاة الأمر وإشاعة التسامح لا شك بأنه ينتظم ضمن هذه العقيدة وضمن هذا المبدأ وضمن هذه القيم التي أصلا هي موجودة ولله الحمد في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولما يسمع الناس في عام التسامح صدقوني بأن ستكون المخرجات عظيمة جدا. يعني عام التسامح لما يعني ينبه عليه من على المنابر، منابر خطب الجمعة من خلال القنوات الإعلامية سواء المسموعة أو المقروءة أو المرئية، من خلال المحاضرات والدروس، لا شك بأنه يخلق جو من التفاعل بين الناس يؤدي إلى قضية أن كل واحد يعيد حساباته مع نفسه. فتجد مثلا اللي الخطيب لما يبدع في إيصال الفكرة وفي إيصال المعلومة بكل وضوح، أعتقد بأن الرجل إذا كان عنده مشكلة مع زوجته ومع أولاده سيخرج يعني يعالج هذه المشكلة، وربما عاد بنفسية غير النفسية الموجودة. كثير من الناس عاد بعد خطبة الجمعة ليفتح صفحة جديدة مع زوجته ومع أسرته ومع أولاده. لما يحسن المتكلم في قضية التسامح في الجانب المالي ويسمع هذا تاجر أو يسمع هذا إنسان بينه وبين آخر قضية مالية، أعتقد بأنه سيخف هذا الاندفاع حول قضية استقصاء الحق، فربما وضع شطر ماله أو بعض ماله، وربما على أقل تقدير أن تعامله مع هذا الرجل سيكون تعامل مبني على الاحترام المتبادل، مبني على عدم الإسفاف واستعمال مفردات سيئة ربما تقدح شرارة الحقد والكراهية وتجعل عرق الغضب حاضرا في صدر كل واحد منهما. ولذلك هذا أيضا النظرة إلى الآخرين غير المسلمين، يعني مهمتنا نحن كما هو معروف بلدنا ومجتمعنا هذا فيه تنوع وفيه جنسيات من أشكال متنوعة، هؤلاء لهم حق الأمان في هذه الدولة. لماذا؟ لأنهم دخلوا بأمان الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من آذى ذميا لم يرى رائحة الجنة. إذن لهم حق عصمة الدم والمال والعرض، هذه كلها مكفولة لهم بالإسلام أولا ثم بقوانين هذه الدولة التي هي ولله الحمد لا تخرج عن الحكم الشرعي الموجود في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مهم جدا أن نظهر، يعني الآن فرصة لنا أن نظهر أخلاق أهل الإسلام، أن نظهر كيفية التسامح، لأن للأسف الشديد التسامح أحيانا يختطف بحيث يوظف توظيف غير جيد، وأحيانا بعض الناس يعني يزعم التسامح مثلا ولكن التسامح مشوب ومخلوط ببعض الأشياء والأفكار التي هي بعيدة في واقع الأمر عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام.